السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم قصتنا خذ بيدي ولا تسألني، ويا الباب 26. رونا خالة خايفة، هي خالة حمل مؤقتا مثل ما قال حماي ضياء، هو بعد يدبرلج الحل. هي خالة صارلي نباحها مبين شي، والمصيبة حتى ما عندي مقوم نقالة. كانت وصلت ويا اريد اعرف ايش صار ورضوان شنو سوى، والله راح اتخبل. كنت احكي ويا خالة ام مروة، حبيبي كرار ظل يذب من راسه سود عليه، يمكن اتمرض. ام مروة شافت وجهي صار اصفر، راحت لزمت راس كرار. لا تخافي يا خالة ما بي شي، بس هذا ابنك مسخن. مروة خطية كبوري، يالله شنو انطيه؟ هي انطيني اياه خلي اغسله وانتي حضرينه ملابس. رضوان اجاني اتصال من امي وهي تبكي وتعيط، وكل شي ما افتهمت منها غير مرتك شبدت. انا اجيت اتخبل ما سمعتها حجت هيجي، يعني شنو قصدها شبدت؟ وليش لو نغت شبد اشهدها؟ ماكو شي يخليها تشبد، لازم اكو شي صار بغيابي. بغتها بسرعة طلبت اجازة ونزلت للبيت بنفس اليوم اللي اختفت بيه رونق. ايه اختفت بيه لان ابد ما اصدق بكلام امي انها رونق شبدت. بعد ما وصلت هناك كانت الفاجعة الحكي، هم رضوان مرتك لزموها الشرطة بيد الدعارة. وانا رحت المركز، والله يرضى على ابن خالك لؤي هو اللي طلعها وغلق السجل مالتها. جملة المكان المصدمة، لو ذبحوني انا حيلي انهد حيلي من سمعته. لخيل الله يا مو مستحيل، لو نقد ما تسوي هيك شي، شو تسوي هناك؟ شو عندها وهي ما تطلع من البيت ابد؟ والله يا يما انت شقد غشيم، وعلى نياتك انت تدري هناك. كل ما تطلع انت للدوام تلبس عباتها وتطلع من وراك بدون علمك. شبت هاجر شقت وحطت ايدها على صدرها، ظلت فاتح عليها هاجر يما. التفتت لفت رمضان وخزرت هاجر، وهاجر صار وجهها اصفر وقعدت على الكرسي مثل اللي انبلع لسانها. كملي يما احكي وشنو صار. طبعا انا اسأل امي واحس ان قلبي يفور. ايما مثل ما قلت لك طلعتها من المركز وجبتها وياي للبيت، وقلت لها راح اتصل على رضوان لازم احكي على اللي صار. هي اتخبلت وظلت تتوسل بيا حتى ما اتصل عليك، وانا ما قبلت اسكت حتى، بس هي غافلتنا ولمت هدومها واخذت ابنها وشردت. والله العالم وين زين. ليش انتي لوحدك رحتي للمركز؟ ليش ابوي والولد وين؟ ليش ما اخذتي واحد وياك؟ وشلون تروحين لوحدك لهيك مكان؟ ليش يما انت مو تدري ضياء سافر وابوك بالشغل، وانا اخو ما انتظرهم منا على ما يرجعون اخوانك، تكون فضيحتنا على كل لسان. قام رضوان مكانه، انطيني عنوان المركز اللي اخذته من عند رونق. صار وجهه ام رضوان اصفر. اي صار، بس خلي اشوف عن لؤي لان هو يعرف انا كل شي ما اندل. الله يرضى عليه هو اللي دلاني. ضيق عيونه وحس اكو شي خمود قلبه، وتذكر خوف رونق وتمسكها بيه قبل لا ينزل يلتعب. كانت خايفة اي صحيح، بس انا العمل اللي كنت ممتبه الخوفة. رحت ركبت سيارتي وانا كلي قناعة رونق ما عندها شي. وصلت المركز وانطوني المعلومات وشلون تم الغاء القبض عليها متلبسة مع واحد بالغرفة، لكن بغيتها قلبي وقف. بس قبل لا انهي كلامي وياهم سألتهم وصفولي شلون لزمتوها متلبسة، شنو كان وضعها بالضبط؟ الضبط حقيقي حقيقة القينا عليها القبض، كانت تريد تهرب من الغرفة، وكان الرجل يركض وراها، وكانت الوحيدة من البنات محتشمة بينهم وغريبة. يعني استغربت من شبهتها موجودة بهذا البيت، لأن شكلها مو مال وحدة تعامل أو تدخل هيك بيوت، وكانت هي الوحيدة تعيط وتصيح وتقول أنا أجيت للخياطة اللي تخيط إنه. ظلت تبكي وحتى استغربت وضعها، لأن لكن اللي شككني بها هي أكثر من مرة رايحة لبيت الدعارة. رضوان طلعت منهم وأنا أضرب أخماس بستاذ، لكن أنا كلي يقين ومتأكد من رونق ما تخطي هيك خطوة، وما عندها أي شي يخليني أشك بيها. إي ربي إلا مي منطت شرفها وهي بعزة الخبزة، مستحيل تنطي شرفها من تالي. صرت شايط وأفورا مثل البركان، وقوة من رونق شلون اختارت الهروب على اللجوء اللي بهيج موقف. المفروض انا اول واحد تلتجئ اليه، بس مع الاسف الظاهر ما عندها ثقه بيه الى الان. رحت على بيت عمها، وكان جوابها بين الخايف بيت عمها بين الجواب بين الخايف والمتردد. قالت ما شايفتها، عافيه اذا تجيكم اتصلي علي. بعدين قلت اروح على بيت مروة. والله رحت طلعت ابنها مروان، وقال امي طالعه، وسالت عن مروة. قال
لا خويا ما تجي لنا. زين اتصل على الوالدة، اتأكد بلكي هي متصلة عليها. شفتها طلعنا، قال اتصل على امه، هم نفس الجواب. زين هاك خذ سجل مغمي، عنده خاف تجيكم او تسمع خبر عنها. اتصل عليها، عليا اكون لك ممنون الدلال ان شاء الله. الله كانت مروة اخر امل الي. مر يومين كالعادة قلبت الدنيا قلب بالبحث، ما حد يعلم بحالها بس الله. كنت خايف على، يعني كنت خايف على رونق وكبا. اخ الله ما تذكرت كبا من مرض قلبي مرض، حسيت بنار قلبي مر علي اليوم الاسود بحياتي. احس عايش بالجحيم من ورا التفكير اللي طر طير برج من دماغي. ساعة اقتنع ان رونق مرئية، وساعة اقول ان كل شي يشهد ضدها امي والمركز الشرطة. هذا لؤي اللي اختفى، سألت عليه قالوا مسافر، سمعت نقالي يوم طلعت من جيبي، شفت اتصال من ضياء، غلطت بوجهه هو ما نقصك انت الثاني. هم راح يقعد يبيع براسي مثاليات، لو يقعد يستفسر عن أنه كباب، وأنا حسن طقت روحي من كل شي والناس اللي أكلت وجهي على المصيبة. وقعت فوق راسي من نار هنا مدى ألقاها أثر. رجع مرة الأخ، دق عمي لطير والله لطش، عاد من حرق قلبي قفلت النقال. والله بهاي الفترة كرهت نفسي وكرهت حتى أهلي ورجعت لبيتنا ميت تعب نفسيا وجسديا. أحس بروحي دخلت بحرب أعصاب، صار بين نارين، نار أهلي ومن صفحة ونار رونق اللي احتاريت وياها. ما عرفت هي برية أو مدانة، يعني معقولة أنا أحب الحب عماني للدرجة؟ وشفت أمي تخبلت وهاجر، احتارت شو تسوي بس تبكي. وأحس الدنيا سودت بعيني، رحت للبيت وأنا نفسيتي زفت وتلقاني أبوي. بويه أبوجه ما يقص السيف، هاي تاليتك تفتر بالمراكز حتى تلقى زوجتك اللي ما نعرف وين جبتها. شفت شلون كسبت وجهنا، يابا كافي لهنا وكافي. زوجتي بريئة وما عندها أي شي، متأكد 1000000% أكو وداها البيت من وداها البيت وهي ما راحت برجليها. عافية بوليدي السبع، عافية بالبطل، أشوفك صرت خروف بيد مامتك وقاعد بمر إلها. شوف أنا بعد ما يخرف لي هلفي هيك شكولات البيتي، وإذا لقيت زوجتك ما أريد هيك تعتب خطوة البيتي. اطمن بويا، اصلا انا ما راح اخليها تدخل عليكم، الله لا يحوجها البيتكم وانا موجود، والبيت اللي يرفض مرتي تدخل بيه انا هم ما اتشرف ادخل بيه، لان احترام زوجتي من احترامي. صرت احارب اهلي وقفت ضدهم واحكي وياهم وانا ما متاكد، بس مو بيدي احبها. رونق مو بس زوجتي، هي بنتي وهي حبيبتي، اعرفها متسوي هالشي شي مثل ما اعرف نفسي. ام رضوان هي امه، هي هاي تاليتك تبيعنا على مود وحده مو شريفه. اقول لك لزموها بيت دعاره وتقول مرتي ما تسوي هيك شي شي امه لدرجه ماكله عقلك رونق، وتخليك تفضلها علينا. لو توجهي عليهم خليتهم لوحدهم يحجون لين البيئة كافيني. دخلت غرفتي وأتمنى ما أدخلها، شفتها باردة ما بيها شمعتي اللي تضويها، قمت أفتر بيها مثل اليتيم مضيع أهله. والله هذا شعوري من اختفى رونق وكرا من حياتي. أحسن بروحي تايه، أبوع الكل ركن بالغرفة الهم في صورة وذكرى، والله مرضني فرقاهم. اتوجهت الكنتور وفتحته وشفت ثوب نومها، يعني معقولة هيك الحب عمل؟ درجة قمت ما أريد أصدق وأشوف خيانتك اللي لو أنتي صدق برية. اتمرضت انهد حيلي، ما تحلالي الحياة من بعدهم، كرهت كل شي لأول مرة بحياتي أشعر بهيج الشعور أنه يمر ظني فراق الحبيب. دخلت بحرب أعصاب وصرت بين نارين، نار حبي لرونق ونار غضبي منها. نمت بعد عناء طويل من وراء التفكير والإجهاد، وحتى من نمت الكوابيس ما قبلت تتركني بحالي. كل ساعة في الزن ويجي صوت بكي كباب بإذني، لو أسمع همسات صوت رونق المبحوح بإذني أنا يمكن قمت هلوس. راح تخبل رسمي ما تقبل غلط، شنو جاي يصير بيا؟ يوم ثاني قعدت وما أتمنى الصبح، كون الله ما أخذ أمانته ولا هذا القلق اللي جاي أعيش بيه. كنت أتمنى أطلع من البيت وما أشوف أي واحد من أهلي، صرت ما أطيقهم مو لأجل شي بس من وراء نظراتهم اللي تطاردني. نزلت وشفت هاجر قاعدة بالمطبخ وعيونها حمرا من البشي، وجهها صاير ليمونة، ما اهتميت لها، شافتني وصبحت عليها وقعدت تحضر لي عيوب. تذكرت انا شلون كانت من تحضر لي عيوب لو تصب لي الاكل، واتذكر ايامنا سوية وشلون كانت تغريني وشلون مرات تقعد بحضني، وكنت ما اشبع من نبرة صوتها وابتسامتها. اخي التفت على اللي هاجر وعيونها تتهرب مني، احس ان اكو شي بيها
كلام بس متردده. حطيت بيوق قدامي، لا شيء بيوق من قدامي، ما اريده. اتزغنب بصب لي استكان شاي لان ما اشتهي العسل. طلعت جقاوتي وانا افكر، سحبت نفس شغلت نقالي. اول ما شغلت نقال وصلتني 40 رسالة من ضياع. تركت النقال ما اهتميت، لكن لفت انتباهي كلمة رونق برسائل. قريت واحدة من الرسائل: رمضان ضروري تنتظرني بالبيت، انا جاي احشي لك كل شيء. دخلت أمي للمطبخ، وجهها ثقيل بوجهي زعلانة. تفتت وانقهرت عليها خطية، شنو ذنبها؟ رحت قمت بستها مماسها، صبحت عليها: يمه لا تزعلين علي ترى، والله معذور. لا تنسين اللي كنتوا تحشون عنها، مو بس مرتي، يمه الله وكيلك رونق حبيبة العمر اللي ما حبيت لا قبلها ولا بعدها. يمه هي الهوى اللي اتنفسه، صعب علي، مو هينة. اروح للدوام التحق اعوف زوجتي وابني، ما بيهم شي، وحاي حافظها ابو الرحمن، وارجع القى شابده وما اخذيها الشرطه من بيت دعامه. والله شي ما يشيله العقل، انا اسولفها للمخبل ما يعقلها. جابت حسها وقمت من عندها، شفت امي وقع منها قلاص الماي، وبوعت لها وجهها اصفر، حكت بصوت يرجف: عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. يما الك بها صالح، لو نخت تبتعد عن طريقك انت تستحق الاحسن منها. انا ما اريد الاحسن منها، مقتنع بها. تصدقين انا مثل البزون تحب خناقها. شفت أمي قامت تصيح بصوت عالي: أهو خبصتنا بيها، رونق رونق، أدري خلقها ما خلق غيرها، ترى والله زهقتنا. الله لا يرضى على العائقة عساك. لا شفتها ولا لقيتها، صارك ساعة قاعد يمي مثل المرة تنعي على هاي الساقطة اللي شردت. والله يعلم المن واحد. دخل أبويه: هاي تاليتك، تاليتها وياك، أنت تاليتها من الصبح تتعارك مثل قلي، شوكت نفتك من مشاكلك، دابا ارحمنا. اي مو شليت حالنا وشلعت قلبنا. قمت من يم امي وانا ميت قهر وغضب وغضب من رونا، احسن بيها خذلتني وطعنتني قدام اهلي وخلتهم يشمتون بجرحي، والكل صار يقول: هنا هاج جن لك رضوان، ليش ما سمعت الكلام؟ هاك شوف شلون سودت وجهك وشربتك، وصرت على كل لسان. هذا هو بويا، اوعدكم بعد ما تشوفون بقعة وجهي راح اريحكم مني. يا الله في امان الله. بدت اطلع وسمع صوت هاجر وهي تبكي بكل غضب: رضوان لا انتظر، اخذني وياك، لا تروح بعد، ما اقدر اسكت من هيج، اذا بعد بقيت ضامن اللي بقلبي يمكن اموت.